السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي سنتعرف من خلالها على الفرق بين العينات الأسطوانية والعينات المكعبة. العينات المكعبة التي أبعادها 15 على 15، والعينات الأسطوانية التي أبعادها قطرها 16 سنتيمتر وارتفاعها 32 سنتيمتر. من تعطينا نتائج أفضل ومن يمكننا أن نعتمد عليها بشكل أفضل؟ طبعا لو نذهب إلى القالب الخاص بالعينة الأسطوانية سيأتي بهذا الشكل، والعينة المكعبة سيأتي بهذا الشكل. هذا الاختلاف في الحجم يجب أن يكون هنالك أيضا اختلاف في الإعدادات الخاصة بآلة الضغط. فلو نذهب إلى آلة الضغط ونذهب إلى تحديد طبيعة العينة، فهنا لدينا طبيعة العينة هي سيلندر، وهذه هي المساحة الخاصة الأسطوانة التي قطرها 16 سنتيمتر وارتفاعها 32، يعني هذه هي المساحة التي سنقوم بتطبيق قوة الضغط عليها 20/106. أما لو نذهب إلى الإعدادات ونختار طبيعة العينة مكعبة ونقوم بتغيير الأبعاد 15 على 15، سنقوم بتتغير المساحة بشكل أوتوماتيكي، وهذه هي المساحة، يعني هذا هو الاختلاف. المساحة التي نقوم بتطبيق القوة عليها قوة الضغط ستتغير بشكل أوتوماتيكي، وهذا التغير في المساحة يجب أن يقابله تغير في تصنيف الخرسانة. فلو أخذنا عند دراسة المبنى، لو أخذنا مثلا خرسانة قسم سي 25 30 أو سي 25 30 كما تشاهدونه في الجدول حسب المعيار الجزائري NA 1004، فيجب أن تكون النتائج المتحصل عليها بعد 28 يوم من العينات المكعبة يجب على الأقل أن تكون 30 ميجا باسكال، والعينات أسطوانية يجب على الأقل أن تكون 25 ميجا باسكال كما تشاهدون في الجدول أمامكم. ولو أخذنا مثلا خرسانة قسم سي 30/37 يجب على الأقل أن تكون النتائج المتحصلة عليها في العينة الأسطوانية 30 و37 في العينة المكعبة. أما بالنسبة لمن الأفضل فأنا أفضل العينة المكعبة. لماذا؟ لأن طريقة أخذ العينة تكون أسهل، وزنها كذلك أخف من العينة الأسطوانية، لأن وزن العينة المكعبة يكون حوالي 8 كيلوغرامات، والعينة الأسطوانية يكون حوالي 15 كيلوغرام، وبالتالي هنا سنبذل جهد أكبر في كسر العينة الأسطوانية. وهنا أريد أن أختبركم إذا كنتم فهمتم. ماذا لو أخذنا خرسانة قسمها سي 20/25 وقمنا باختبارها؟ ما هي النتائج التي يجب أن نتحصل عليها على الأقل؟ أنتظر إجابتكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا دعمنا بلايك في هذا الفيديو والاشتراك في القناة لتصلكم حلقاتنا القادمة. السلام عليكم.